أين يقع الوادي المقدس طوى؟ يعتبر الوادي المقدس طوى من الوديان المذكورة في كافة الديانات السماوية، فقد مر به العديد من أنبياء الله تعالى، فورد ذكره مرات عدة في القرآن الكريم وفي الإنجيل وفي التوراة، فهو مكان مبارك وعظيم، وتلقى سيدنا موسى فيه الوصايا العشر. وسنتحدث في هذا الفيديو عن موقع الوادي المقدس طوى ومكانته الدينية والسياحة فيه. يقع هذا الوادي المقدس في جمهورية مصر العربية، وبالتحديد في جزيرة سيناء، ويصل ارتفاعه إلى 2285 مترا عن مستوى سطح البحر، ويقع بجانبه جبل سانت كاترين الذي يصل طوله إلى 2669 مترا، والذي يعتبر أعلى قمة جبلية في مصر. ويحاط الوادي بسلاسل جبلية من كل ناحية، وفي أسفل الواد توجد كنيسة العذراء، ويتكون الوادي المقدس طوى من مجموعة من القمم الجبلية. لهذا الوادي المقدس أهمية دينية ومقدسة جدا لدى كافة الأديان السماوية، ويستدل على هذا المكان من خلال قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام التي وردت في العديد من المواقع في القرآن الكريم، والتي تتمثل في تكليم الله تعالى لسيدنا موسى ونشوء حوار بينهما، حيث مر موسى عليه السلام مع عائلته من الوادي المقدس طوى، وهناك رأى النار تخرج من بعيد، فأمر عائلته بالبقاء في هذا المكان، ثم رجع إلى مكان النار، وعندما اقترب منها سمع كلام الله. قال الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله أنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم: امكثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. يعتبر الوادي المقدس طوى من الأماكن السياحية التي يقبل عليها الزوار بشكل كبير، حيث يتسلق السياح الوادي المقدس بواسطة العديد من الطرق، ومنها عبور درج مكون من 3750 درج تعرف باسم خطوات الندم، وهي منحوتة من الحجر على يد رهبان دير سانت كاترين، وتقع بالقرب من السفح الشمالي الشرقي للجبل، وغالبا ما يخرج الزوار من هذا الطريق ليلا لكي يستلقوا الجبل مع بلوغ ذروة شروق الشمس. بالإمكان صعود هذا الطريق ليلا مشيا على الأقدام أو على ظهر الجمل، وتستغرق مدة ساعتين مشيا على الأقدام، وعند المشي يمر الزائر بالباعة الذين يبيعون الماء والمواد الغذائية، وبعدها يصل إلى مدرج طبيعي يطلق عليه اسم حكماء إسرائيل السبعة، ومن تلك المنطقة يسير الزائر 750 خطوة من أجل بلوغ القمة. في القمة يوجد مكان مغلق بوجه الزائرين، وهو كنيسة الثالوث الأقدس التي أنشئت سنة 1934، ويعتقد بأن سيدنا موسى انتظر في هذا المكان لكي يستقبل الألواح. وعند الوصول إلى قمة الوادي المقدس طوى، ستدهش بالمنظر الجميل الذي سيصادفك من السلاسل الجبلية المحاطة بالوادي والوديان الكثيرة، إضافة إلى رؤيتك للعديد من الآثار الموجودة هناك.